شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نتحدث في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول وظائفنا تجاه أهل البيت. هذه الوظائف كثيرة ومتعددة، ولكننا نذكر في هذه العجالة مجموعة منها. الوظيفة الأولى المعرفة، الوظيفة الثانية المودة، الوظيفة الثالثة الولاية، الوظيفة الرابعة الطاعة، الوظيفة الخامسة الحماية، الوظيفة السادسة الزيارة، الوظيفة السابعة إحياء أمرهم، الوظيفة الثامنة احترام ما يتعلق بهم، الوظيفة التاسعة الدعاء لهم، الوظيفة العاشرة الدعوة إليهم، الوظيفة الحادية عشرة التسليم لهم، والوظيفة الثانية عشرة الصلوات عليهم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله حول هذه الوظيفة الأخيرة، ولكن قبل البدء بالحديث لا بأس بالإشارة إلى أن الصلوات على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد
تحتل موقعا متميزا في الإسلام. هنالك أمور هامشية أو ثانوية، ولكن هنالك أمور تعتبر أمورا رئيسية. الصلوات على النبي وآله من هذه الأمور الرئيسية في الإسلام. نحن نذكر ثلاث ملاحظات حتى يتبين أن الصلوات على محمد وآله هي من الأمور الرئيسية المتميزة في الإسلام. الملاحظة الأولى: هنالك كثير من الأمور المهمة لم تذكر في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يهدف كما نتصور إلى توجيه الفكر والعمل في خطوطه العامة. كثير من الأمور لم تذكر في القرآن الكريم. الصلاة مذكورة في القرآن، ولكن الصلاة لها ألوف الأحكام عند السنة والشيعة. أكثر هذه الأحكام، يمكن 99% من أحكام الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي آخر وصايا الأنبياء، يمكن 99% من هذه الأحكام أو أكثر لم تذكر في القرآن الكريم. الحج مذكور في القرآن الكريم، ولكن كيف نحج؟ الكيفية غير مذكورة. محرمات الأطعمة والأشربة كثيرة عند الشيعة وحتى عند السنة. الشيعة لا ينفردون بتحريم هذه المحرمات من حيوانات البر أو البحر أو الجو، لا، حتى العام راجعوا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كثير عندهم من المحرمات، ولكن أكثر هذه المحرمات لم تذكر في القرآن الكريم. ولكن الصلاة على محمد وآله ذكرت في آية مستقلة من القرآن الحكيم. هذا يدل على أهمية هذا الموضوع. الله تعالى يقول في هذه الآية المباركة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: إن إحدى واجبات الصلاة الصلاة اليومية، إحدى واجبات هذه الصلاة، بل إحدى الواجبات الشرطية في جميع الصلوات. إذا كانت الصلاة واجبة
فهذا الأمر واجب فيها بالوجوب النفسي. وحتى إذا كانت الصلاة مستحبة، هذا الأمر واجب فيها بالوجوب الشرطي، يعني إذا واحد ما أتى به متعمدا فصلاته باطلة، الصلاة تكون واجبة أو تكون مندوبة. هذا الأمر الذي يفترض في جميع الصلوات، كما يفترض الركوع وكما يفترض السجود وكما تفترض القراءة، هو الصلاة على محمد وآل محمد. في التشهد، في كل تشهد، في الصلوات الثنائية مرة واحدة، في الصلوات الثلاثية والرباعية مرتين، نقول في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا هذا واجب عندنا نحن الشيعة، وحتى عند السنة، عند السنة سنة من سنن الصلاة. إذا متلاحظون صلواتهم إذا يأتون بهذه السنة، إذا ما يكون معاند من الناحية المذهبية، هذه سنة عندهم جميعا، عند جميع السنة، عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية، عندهم جميعا هذه سنة. راجعوا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، هذا وارد عندهم. وبارك على محمد وآل محمد. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا مع نوع من الاختلاف بين المذاهب، مثلا في بعض المذاهب مرتين يكررون إنك حميد مجيد، في بعض المذاهب مرة واحدة يتلفظون بها، ولكن عند الشيعة هذا واجب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وعند السنة سنة في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة. وإذا لاحظت إحنا كم يوم الصلوات المتعارفة، كم يوم نذكر الصلوات في صلواتنا؟ في صلاة الصبح 8 مرات نذكر الصلوات، في صلاة الظهر 15 مرة نذكر الصلوات، في صلاة العصر 15 مرة نذكر الصلوات، صلاة المتعارف. في صلاة المغرب 12 مرة نذكر الصلوات، في صلاة العشاء 15 مرة نذكر الصلوات. يعني في الصلوات اليومية المتعارفة نذكر الصلوات 65 مرة، غير من يأتي بأكثر من ذلك، لا، الصلاة التي يأتي بها المتدينون العاديون. هذا يشير إلى أهمية هذا الموضوع في الإسلام. والملاحظة الثالثة، إذا واحد يراجع الكافي، يراجع البحار، يراجع كتب الأحاديث، يجد التأكيد الشديد في عشرات الروايات حول هذه القضية.
هذه الملاحظات الثلاث تكشف لنا جانبا من جوانب أهمية الصلوات. البحث الثاني، الصلوات يمكن أن ننظر إليها من خلال حيثيتين. الحيثية الأولى الحيثية الموضوعية. حيثية الموضوعية يعني شنو؟ يعني الصلوات مطلوبة لذاتها، حتى إذا فرضنا أنها لم تكن طريقا لأي شيء، ولكن هي الصلاة مطلوبة لذاتها. هذا نوع من إظهار الحب. واحد عندما يريد يظهر الحب، كيف يظهر الحب؟ إظهار الحب له مراتب، له مراحل، له مظاهر. تجد في بعض الأفراد هذه الحالة، حالة الإظهار، المخبر دليله المظهر. واحد يجي إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم، يقف يسلم من بعيد، يقرف الزيارة ويروح. هذا دليل على حب ضعيف. واحد يجي عندما تلوح له القبة يبدأ يجهش بالبكاء ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، إذا يخلو، أو إلى حرم الإمام الرضا، يحتضن الضريح، يقبله، يقبل العتبة. هذا الدليل الحب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا مظهر من مظاهر الحب. كيف تظهر الحب؟ الوظائف الاثنتي عشرة التي ذكرناها في محلها، الحماية، الدفاع، الطاعة، الولاية، هذه كلها في محلها. نشر آثارهم، ولكن هذا المظهر، هذا الشيء مظهر من مظاهر الحب. وكلما يكون الحب أقوى عادة يكون هذا المظهر أقوى أيضا. إظهار الحب، إظهار الولاء، احترام أسمائهم المقدسة، هذا الاحترام المهم لكل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. المحدث القمي صاحب المفاتيح رحمة الله عليه، المفاتيح كتاب حي في كثير من البيوت، لعله الكتاب الثاني بعد القرآن الكريم عندنا. المحدث القمي أشياء عجيبة ذاكرين في أحواله. من جملة الأشياء، ولعل هذا الشيء من جملة العوامل المؤثرة في خلوده وخلود كتابه، ما كان يلمس كتابا من كتب الحديث، مو الرواية يعني الكافي، عندما كان يريد أن يلمسه مو يلمس خط الرواية التي تفوه بها الإمام، عندما كان يريد أن يلمس جلد هذا الكتاب، الجلد أو بحار الأنوار، كان أول يروح يتوضأ إذا ما متوضي، ثم يأتي ويحمل كتاب الكافي أو البحار أو غيرهما من كتب الأحاديث. عندما يريد يكتب حديث في مفاتيح الجنان أو في سفينة البحار، كان يروح يتوضأ إذا ما كان متوضي، ويجلس مستقبل القبلة متوضي باتجاه القبلة كهيئة التشهد. شلون المتدينين يقعدون في حالة التشهد؟ هالشكل وضع
وضع التذلل والخضوع والإعظام، ثم يكتب حديثا واحدا، هذا الاحترام. ابن طاووس ما كان يتلفظ باسم من أسماء الله تعالى أو يكتب إلا ويكتب جل جلاله أو جل وعز، هذا الاحترام، هذا النوع من الاحترام، نوع من إظهار المودة، نوع من إظهار المحبة، نوع من إبراز العلاقة. هذه الجنبة الأولى، الحيثية الأولى، الحيثية الموضوعية، يعني أن الصلوات مطلوبة لذاتها، حتى إذا ما فرضنا أنها ليست، فرضنا أنها لم تكن طريقا إلى أي شيء، هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، الصلوات لها حيثية طريقية، طريق إلى الرحمة الإلهية. هذه الحيثية الثانية يمكن أن نفرضها بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول، أن نطلب الرحمة للنبي وآله صلوات الله عليهم باعتبار ذواتهم. النحو الثاني، أن نطلب الرحمة لهم باعتبارهم وسيلة للفيض العام. النحو الثالث، أن نطلب الرحمة لهم باعتبارهم وسيلة للفيض الخاص. احنا فقط نوضح هذا النحو الثالث قليلا. نقرب الموضوع بهذا المثال. هنالك عائلة مركبة من أم وأولاد وبنات، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغني أباهم. اللهم أغني أبانا، الأب يعاني مشكلات اقتصادية. هذا الطلب طلب باعتبار أن هذا الأب مجرى وسيلة للفيض الخاص. يعني شنو؟ يعني الله عندما يغني هذا الأب شنو معناته؟ معناته أنهم اغتنوا، هذا معناته. إذا الأب فقير عائلته في ضغط، إذا الأب كان غنياً عائلته يعيشون في رفاه. إحنا في هذا النحو الثالث نطلب من الله الرحمة، الفيض للنبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين باعتبارهم وسيلة للفيض الخاص. يعني بعبارة ثانية، واحد عنده حاجة، عنده مشكلة، عنده معاناة، يصلي على النبي وآله حتى تأتي الرحمة الإلهية عبر النبي وعبر آله إليه، فهم وسائط الفيض، والصلوات عليهم في هذا النحو يكون بهذا المعنى. احنا نذكر مجموعة من الكيفيات للصلوات على النبي وآله
هذه الكيفيات بإذن الله سبحانه وتعالى وسيلة لحل المشاكل، لبلوغ الغايات، لتحقيق الأمنيات. كل واحد عنده حاجات، حاجات دنيوية، حاجات أخروية. كل واحد عنده مشاكل، مشاكل في الدنيا ومشاكل يخشاها في الآخرة. الصلوات وسيلة لحل هذه المشاكل. احنا نذكر كيفيات متعددة للصلوات. الكيفية الأولى هي الكيفية التي حدثني بها بعض العلماء عن بعض العلماء. ذكر أنه كان هنالك مؤمن من المؤمنين يعاني مشكلة اقتصادية لا تحل، وكلما طرق الأبواب، وأنا أعرف الرجل، وكلما طرق الأبواب لحل هذه المشكلة لم تحل. يقول هذا العالم: فذكر لي مشكلته، فقلت له: أكو هنالك خط مجرب، هذا الخط، أنت معمل بهذا الخط. كان يقول ذلك الرجل كأن هنالك عقدة في القضية. أحيانا عمل الإنسان يواجه بعقدة ما تحال، يحتاج إلى حل غيبي. يقول: فقلت إن هنالك خط مجرب، أنت أعمل بهذا الشيء. هذا الخط هو بهذه الكيفية. إنسان يصلي على النبي وآله 500 مرة، مهديا ثواب ذلك إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ويجعل 500 ثانية رهنا، يعني دينا مؤجلا يؤديه بعد أسبوعين. بعد أسبوعين يحدد الفترة حتى الله تعالى يتفضل بحل هذه المشكلة في خلال هذين الأسبوعين. 500 الآن للإمام الكاظم، 500 بعد أسبوعين. قلت: هذا ختم مجرد، أنت أعمل بهذا الشيء. يقول الرجل: ذهب وما مضت إلا 6 أيام، 6 أيام فقط، جاءني ذلك الرجل وقال: حلت هذه المشكلة الاقتصادية من حيث لا أحتسب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، حدثني بعض العلماء الأجلاء مع خصوصيات القضية، أنا أحذف الخصوصيات. قال: في يوم من الأيام في مدينة قم دخلت على بيت، دخلت في بيت، ذكر ذلك البيت، فوجدت في ذلك البيت أحد الأشخاص، وذكر من هو، أنا أعرفه. يقول: فوجدته مهموما جدا، فقلت له: خيرا فيك؟
قال في الواقع أنا بنتي له بنت عمرها 10 أعوام، هذه على أثر حادث فقدت بصرها، وبنية عمرها 10 أعوام خصوصا بنت تكون، إذا يكون ولد ذكر خوب القضية أهون، ولكن البنت في مثل هذه العمر تفقد بصرها عمرها 10 أعوام، هذا يشكل عذاب دائم لهذا الأب لهذه الأم، فجدا كان متأثر. يقول وكلما راجعت الأطباء لم يجد شيئا. يقول هذا العالم، فقلت له لذلك الرجل أكو هنالك خات مجرد بشرائط معينة، أنت اعمل بهذا الخات، وهذا الختم المجرب أن الإنسان يتوضأ يذهب تحت السماء ولا يتحدث في خلال الخاتم، ليه يتحدث؟ و530 مرة يقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، متوضئا تحت السماء بدون حديث في الأثناء، تسوي هذا الختم. يقول فذهب بعد، يقول أيام كنا في تشييع في مدينة قوم، وإذا بهذا الرجل يخترق الصفوف في التشيع ويتوجه إليه وهو مستبشر وهو مرتاح، وقال أنا رحت إلى صحن السيدة المعصومة في قوم صلوات الله عليها وقرأت هذا الخات وعدت إلى البيت فلم أجد شيئا، البنت كانت كما هي. مرة ثانية رحت إلى حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها أو إلى صحنها وقرأت هذا الخات وعدت إلى البيت فوجدت بنتي بصيرة. والأطباء الذين كانوا قد شاهدوا هذه الحالة وعالجوا هذه الحالة أبدوا تعجبهم أنه كيف حلت هذه القضية، مو عجيب. الطريقة الثالثة أيضا نذكرها، وهي التي رأيتها في كتاب خطي للجد رحمة الله عليه، عند كتاب خطي بخط يده، هذه الكيفية مذكورة في ذلك الكتاب ولعلها مذكورة أيضا في كتب أخرى. والجد كاتب مجرب كأنه هو مجرب أو غيره قد جرب، وهو أن الإنسان الذي له حاجة يقرأ الصلوات 14,000 مرة، المرة الأولى باسم النبي صلى الله عليه وآله 1,001، 1,002 باسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، 1,003 باسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، إلى 14,000 باسم 14 معصوم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أيضا من الختومات المجربة. نختم حديثنا، هنالك كيفيات أخرى ولكن ضاق الوقت، وهنالك قصص كثيرة وعجيبة، ولا بأس أن نذكر لكم هذا الرابع بدون ذكر قصصه. إذا واحد عنده حاجة فورية مستعجلة آنية، يعني الآن قضية فورية وفوتية، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ثلاثة عشر مرة بنية الإمام الكاظم صلوات الله عليه،
ويجعل الرابع عشرة دينا متى ما حلت القضية. هذه في القضايا الحادة الفورية الفوتية مجربة مرارا وتكرارا. وقد رأيت الأفراد الذين فعلوا ذلك ونقلوا قضايا عجيبة. احنا نختم حديثنا ببعض الروايات الواردة في هذا الباب عن أحدهما عليهما السلام، يعني الإمامين الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمد وآله. الرواية الثالثة عن النبي صلى الله عليه وآله: البخيل حقاً من ذكرت عنده فلم يصل علي. الرواية الرابعة في الكافي هذه الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء. ما فكرت في حالة الطواف أن أقول شيئا، أن أطلب شيئا من الله، فما أجى في بالي شيء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. وسعيت فكان ذلك، بالسعي أيضا ما أجى في ذهني شيء إلا الصلاة. فقال: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت. هؤلاء الذين سألوا حوائجهم المختلفة أو أدعيتهم المختلفة ما أعطوا أفضل مما أعطيت. الرواية الأخيرة في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذكر النبي فأكثر الصلاة عليه. فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة. في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله من جميع المخلوقات: البحار، القفار، الذرات، الطيور، الحيتان في البحار، كل شيء مما خلقه الله إلا صلى على ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. وأما المسائل، المسائل نذكرها أيضا حول الصلوات. المسألة الأولى: هل هنالك فرق بين ذكر النبي باسمه أو كنيته أو لقبه؟ الجواب: كلا، هكذا يقول الفقهاء. إذا النبي ذكر باسمه العلمي يعني محمد وأحمد، أو ذكر بكنيته يعني أبو القاسم مثلا، الله
أو ذكر بلقبه كالمصطفى. يستحب الصلاة عليه. المسألة الثانية: هل هنالك فرق بين الاسم الظاهر والاسم المضمر؟ الجواب: كلا، هكذا يقول الفقهاء. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله باسمه الظاهر تستحب الصلوات عليه، وإذا ذكر باسمه المضمر يعني هو أو قال، هذا الضمير المستتر، قال يرجع الضمير إلى منه؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله، يستحب الصلاة عليه في الحالتين. المسألة الثالثة: إذا واحد في أثناء الصلاة وذكر النبي صلى الله عليه وآله يستحب له أن يتوقف عن الصلاة، يعني دا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر النبي صلى الله عليه وآله يستحب له أن يتوقف ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم، وما بإشكال في الواجبة والمستحبة، في القيام، في الركوع، في السجود، في أي حالة من حالات الصلاة. بل بعض العلماء قايلين مو مستحب، قايلين واجب. هذا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله بعض علماء الشيعة، والعجيب حتى بعض علماء السنة. صاحب العروة يقول قال جملة من العلماء، يعني مجموعة، وحتى من علماء السنة كالزمخشري صاحب الكشاف قايل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة أو في غير الصلاة يجب وجوبا الصلاة عليه. نكتفي بهذا القدر. الحقيقة البارحة كنت أفكر أنه إذا واحد الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله بحر عميق وفيه من الأسرار الدقيقة، إحنا من نصور أن الصلوات فتشي عادي، لا، بحر عميق فيه أسرار دقيقة ونكات ظريفة وحكم وجهات، إذا واحد يتكلم فيها 6 أشهر ربما تكون قليلة عن وفاء حقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم في الدنيا وأن يحشرنا معهم في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.